الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة HTML. في الجزء السابق خليناها في الأوديو. قبل ما ندوزو للإيموجيز والسامبولز نشوفو بعدا إلا بغينا مثلا بغينا نقراو شي فيديو من اليوتيوب. شوف كان عندي هنا واحد لوليان كنت ريكوبيريتو ديال اليوتيوب، ماشي مشكل نعاودو نقلبو عليه. فإلا بغيت نقرا شي فيديو من اليوتيوب كاينه واحد الطاق اللي سميتها الاي فريم. فهاد الاي فريم هادي فانا ما هضرتش عليها من قبل، فهي هاد الاي فريم هادي ممكن تافيشي فيها يا اما شي باج ويب يا اما شي فيديو من اليوتيوب. فبالنسبه للاي فريم فهي دابا فهي تقريبا ولاو كيخدموا بها غير باش يافيشيو لي فيديو من اليوتيوب. فقليل فين كيخدم بها شي واحد لي افيشي فيها شي عاد داك لي سيت القدامين اللي كافيشيو فيها لي فيديو اللي كافيشيو فيها لي باج ولا لي سيت ويب، غير داك لي سيت القدام اللي كنظن كيخدموا بها. اما الاغلبيه دابا كيخدموا بها غير باش كافيشيو لي فيديو من اليوتيوب، حيت الاي فريم ما هضرتش عليها، داكشي علاش انا درت هذا الفيديو باش نهضروا عليها. فكتاخد حتى هي عند الويدز ديالها، يعني عندها الطول والعرض ديالها 420x315، وعندها هاد الفريم بوردر يعني البوردر ديالها نخليه ونقدروا نحيدوه كاع ماشي مشكل. وهنايا حتى هي عندها الاس ار سي، الاس ار سي ديجا راه كاين الاس ار سي تما هي هادي، وعندها الاس ار سي، الاس ار سي هي يعني السورس. فهو هذا عفوا فهادي هي الاي فريم، ولكن الاس ار سي هو السورس. وشنو غادي نديرو يعني شنو غادي تقرا فهاد، ندير بوز نريكوبيري واحد لوليا من اليوتيوب ونتميم. فانا ريكوبيريت واحد لوليا من اليوتيوب، ولكني ماشي غادي تجيب غير لوليا وتدير له هكذا يعني تكوبي وتكولي، فما غاديش يخدم لك. اذا درتي بحال هكذا ما غاديش يخدم لك، ما غاديش تعطيك يعني الا درتي اون ريجستري درتي هكذا ما غادي يعطيك والو، ما غاديش تخدم لك، لانه الاي فريم كتخدم بواحد الطريقه مبدله. فاول حاجه كديرها هي كدير الاكسترو، المهم كتمشي كدير الرابط ديال اليوتيوب، ومن بعد كدير امبيد هكذا سلاش، وعاد هاد يعني الكود بحال اللي تقول الكود ديال الفيديو اللي كتريكوبيري youtube.com/embed/ الكود ديال الفيديو. فإلا جينا درنا اكتواليزي فدابا هي عطاتنا الفيديو ديال اللي ريكوبيريتو من لاشين عندي، هو هذا. ممكن انك تكليكي على بلاي كيخدم الفيديو عاد، حتى هي فيها الاوتو بلاي والميوت كما شفنا في الفيديو، كما شفنا في الاخر في الطاق اللي هي فيديو، حتى هي فيها الاوتو بلاي والميوت. غير هي الا بغيتي تزيد الاوتو بلاي ماشي كتزيدهم دي طاق هنايا، انما كتزيدهم هنا في لوليان، كدير هكذا كدير داك العلامه استفهام باش كتزيد دي بارامتر، كتقول اوتو بلاي هكذا، ولا الاوتو بلاي كتعطيها واحد يعني ترو. الا عطيتيها زيرو ما غاديش يقرا، تكون زيرو يعني فولس. الا عطيتيها واحد يعني ترو يعني غادي يقرا يكون اوتو بلاي. والميوت نفس الشيء عاوتاني، الميوت اما كتعطيها واحد، الا عطيتيها واحد يعني راه ترو. غنشوفو نتستاو ونشوفو شنو عندنا. فين جينا درنا اكتواليزي فهو قرا اوتوماتيكيا، والفيديو راه ديجا داير الميوت بدون صوت. الميوت واحد والاوتو بلاي واحد، هذه هي الطريقه باش كتزيد الاوتو بلاي وباش كتزيد الميوت. صافي هادشي اللي كاين. ولا بغيتي بحال دابا دير الفيديو يبقى يعني يبقى يدور يعني يبقى يدير ريبلاي اوتوماتيكيا، كدير لوب كتساوي واحد لوب، كنعطيها ترو لوب، هي كيبقى يتعاود كيبقى يتقرا في البوكل يعني كيبقى يتعاود اوتوماتيكيا. اللوب عطيناها واحد، كنظن هادشي اللي كاين.
اللي كاين صافي. المهم انا بغيت نزيد هذا الفيديو هذا على الاي فريم حيت ما هضرناش عليها من قبل وصافي داكشي علاش انا زدتو. حيت الاي فريم ممكن هاد الاس ار سي سواء تاخذ شي باج ويب ممكن تزيد بها حتى باج مثلا هنا كنظن بان حتى باج ممكن تخدم الى درنا جينا درنا غير جوجل. حيت انا هاد الاي فريم شحال هادي ما خدمت بها كنخدم بها خدام بها عندي في السيت باش كنافيشي في لي فيديو ولاني بحال هكذا لي باج ويب ما عقلتش اخر مره فوقاش خدمت بها وقيله في البدايات ملي كنا مازالين عاد كنتعلمو فما قراش ما عطاش اي ماشي مشكل ما عقلتش بالضبط على الاي فريم كيفاش دير فيها كيفاش دير فيها الفيديو ما عقلتش والله ما عقلت بالضبط قلا حيت جوجل ما كي جوجل ما كيعطيش ما كيعطيكش لوتوريزاسيون باش تفتح وما ما مانعين ان شي واحد بحال اللي تزيد حيت كيكون داك تكون داك كيسميتها نسيت السميه ديالها كيكون واحد البلوكاج باش كتبلوكا الا كانت شي اكسل لو سيت من واحد ماشي حاجه اللي ماشي متوقع نسيت السميه ديالها والله نسيت بلوكاج نسيت السميه ديالو. المهم انا فتحت الدارجه كودين هنايا لو سيت ديالي فتحته في لاباج فتحته في هاد الاي فريم وتفتحها دارجه كودين بوان كوم هذا ما كان عجبك هادشي جمجم بارطاجيت ابوناج اشترك في لاشين ونشوفو في الجزء القادم اللي غادي يكون هو اخر جزء في الدوره هادي.